أهلا وسهلا. نعم نعم كان سؤالي هل يعني أوراق وملفات لقاحات قدمت للمؤسسة وركضت خلال 21 أو يعني من بدأ قبول هذه اللقاحات حتى الآن؟ هذا الجميل والجديد. إيه ثانية يعني كنت بتمنى تذكرها بخصوص فحوصات كورونا اللي هي بي سي آر وهي متعددة، أعتقد في هذا الفحص السريع اللي هو خلال نص ساعة أو ساعة بالرغم إنه غير معتمد هن هذول السؤالين هن ثلاث فعليا. شكرا اخوي. خليني اجاوب لانه انا صرت انسى يعني، فبالتالي خلينا نجاوب واحد واحد. الجزء الاول، كل ما تقدم لغايه التسجيل من لقاحات تم تسجيله على سبيل التسجيل الاستخدام الطارئ. فتم تقدم بعشر مطاعيم تم تسجيلهن لكن على فترات مختلفه. الجزء الآخر وهو موضوع البي سي آر، المؤسسة معنية بمتابعة الكيتس اللي تستخدم في البي سي آر، متابعتها من ناحية رصيد ومن ناحية رصيد ومراقبة أسعار وأيضا حسن توزيع. ما يخص الفحص السريع، موضوع انه يستخدم ونتيجته تعتمد، المؤسسه العامه للغذاء والدواء وضعت الاسس لغايات اعتماد هذه الفحوصات، ويتم الموافقه على استيرادها اذا كانت محققه لهذه الاسس. موضوع اعتماد النتيجه هنالك يعني لابد من معرفه انه هذه الفحوصات السريعه درجه دقتها في عكس واقع الإصابة من عدم الإصابة ليست 100%. لا تزال اليوم النتيجة المعتمدة، ولأنها معتمدة بسبب أنها مؤكدة 100% اللي هي البي سي آر. يعني إذا بدك تقارن أنت الربد أنتيجين تيست بتقارنه مع البي سي آر، لما نقول درجة الحساسية تبعته وقدرته على إعطاء نتيجة 97 هاي بالمية من إيش؟ من البي سي آر. فبالتالي المقارنة بتكون مع البي سي آر الآن. وأعتقد اليوم بالتحديد لأنه الرقم كان عالي امبارح، يعني وصل 16,000 ورقم كمان عدد الإصابات، وهذا رقم خلال الفترة الحالية غير مسبوق. ويعني الخبراء اللي كانوا امبارح على شاشات التلفزيون وهم زملائي لي كمان في لجنة الأوبئة أشاروا إنه ممكن الأرقام يعني تتزايد حتى نصل للذروة، والرقم المتوقع إنه نصل فيه للذروة أعتقد حسب الرسومات البيانية من المراحل السابقة لجائحة كورونا قد تصل إلى 19,500 حالة الذروة. ففي وجود مثل هذه الظروف الأصل إنه إحنا نبحث عن فحص أكثر دقة لمعرفة إذا كان الشخص مصاب أو غير مصاب، اللي هو شو؟ البي سي آر. لذلك لم يتم اعتماد الفحص السريع لأنه يعطي نتيجة نهائية مصاب من غير مصاب، إنما يمكن استخدامه اليوم في عمليات المسح الوبائي إذا كان هنالك شركة بموظفين كثير، يعني أحسن ما نروح نسوي لهم بي سي آر كل يوم كل يوم. إحنا ممكن نجري البي سي آر مثلا كل فترة وفترة لكن بشكل يومي أو شبه يومي، إنه نستخدم الفحوصات السريعة حتى تعطيك انطباع أولي إذا كان أحد الموظفين مصاب. والفحوصات اللي السريعة السنسيتيفيتي تيست بالنسبة للـ WHO معتمدين 84% وطالع، يعني التست الفحص اللي بيحقق 84% من البي سي آر يمكن اعتماده لغايات الاستخدام، لكن آثرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء باعتماد 97% كحد أدنى
لحساسية هذه الفحوص. وإحنا مركزين كثير إنه ما يدخل أي فحص ما في الوثائق مكتملة معه من بلد المنشأ ومعترف فيه والشهادات الصحية، بتلازم كمان الوثائق لغايات الاعتماد الفواتير، وأن لا يتقل درجة حساسيته عن 97% بدلاً من 84% اللي هي معتمدة حسب منظمة الصحة العالمية عالمية. نعم، جاوبتك سيدي يا شطنامي. أوكي، تفضل. عملنا مقابلة سابقة ولا أزال أحتفظ بالصورة لأنه إن شاء الله دائما تحتفظ. الله يسلمك. سيدي أنا عندي استفسار لو تفضل. بدنا نطلع من علاقة كورونا شوي، يعني صارت كورونا هي المتداولة الفترة خلال الآونة الأخيرة. بالنسبة للمواطن الأردني ما يزال اليوم المواطن الأردني من وجهة نظر العديد يعتقدون بأن هناك فروقات تسعيرية ما بين الدواء الذي يباع في الصيدليات المملكة الأردنية الهاشمية والذي يباع في الخارج. اليوم نود يعني نريد أن ندخل في المصطلح الفضفاض، نود السؤال المباشر: ما هي آلية التسعير المتبعة لمؤسسة الغذاء والدواء؟ وفي الآونة الأخيرة وجدنا بعض من الإعلانات الترويجية لمواد ومستحضرات تجميلية، البعض يعني لا نستطيع القول بأنها يعني معلومات مؤكدة لكن وجهات نظر كانت متداولة بأن بعضها لم يكن يعني يصل للاستخدام. ما هي آلية الرقابة التي تتبعها مؤسسة العمل للغذاء والدواء حيال تلك الإعلانات، وهل تعاملتم سابقا مع هذه الحالات؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك. السؤال الأول بالنسبة لأسعار الأدوية، 873 صنف دوائي تم مراجعته وتخفيض أسعاره عام 2021. إذا بنرجع نشمل كمان آخر 6 شهور من 2020 بطلع عند الرقم محدود 1243 صنف دوائي. هاي جهود مش بسيطة إنه أنت تيجي تراجع 23% من الأدوية المسجلة ومتاحة في السوق من ناحية سعرية. ناحية الأسس سيدي، الأسس واضحة وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/3/2020، وهي أسس معددة ولا تحتوي على عامل واحد، هنالك العديد من العوامل، أبرزها سعر الدواء في بلد المنشأ، وأبرزها أيضا سعر الدواء في 19 دولة. إحنا بندرس أسعار نفس الدواء في 19 دولة ومنخفض المين متوسط السعر في 19 دولة. سابقا طبعا قبل تعديل الأسس كان 16 دولة، اليوم 19. هنالك نسبة يتم اقتطاعها من سعر الدواء عن بلد المنشأ حتى نضمن أنه سعره في الأردن أقل مما هو في بلد المنشأ. هنالك أيضا برامج تم إدخالها حديثا، الهدف منها تخفيض سعر الدواء كتكلفة وليس تخفيض سعر مباشر. يعني ممكن المواطن سعر الدواء يكون 3000 دينار لكن بإمكانه أنه يأخذه بسعر 2100 دينار في حال أنه استخدمه 3 مرات، بيشتري مرتين والثالثة بتكون شو؟ بالمجان. هذا برنامج اللي هو Patient Access Program، وهنالك العديد من البرامج سعيا طبعا المؤسسة إلى تخفيض سعر الدواء على المواطن الأردني بشكل مباشر أو غير مباشر. لكن أنا بدي أضيف لك شغلة، الشكوى يعني مستمرة، يعني مازالوا في بني آدمين على الأرض راح يكون في شكوى مستمرة طبعا، ممكن سعيا للأفضل وهذا شيء مصرح فيه. لكن اللي أنا بحب من خلال هذا المؤتمر أؤكد عليه أنه جهود المؤسسة متواصلة في موضوع أجلية بس دقيقة أعرف أنه شو اللي بده. جهود المؤسسة مستمرة في هذا الملف لتخفيض أسعار الأدوية، وإذا خفضنا أسعار الأدوية أخوان كلها مرة واحدة اليوم ترى هي صلاحية المدير العام أنه يطلع قرار أنه كل الأدوية اللي بالسوق يعتبر سعرها مثلا دينار، بقدر أنه نوقع على هذا القرار. لكن بدون ما ندرس الموضوع بشكل عميق والعوامل اللي احنا ندرسها كل على حدة حتى نخرج بسعر نهائي، لازم نفكر في موضوع شيء اسمه الأمن الدوائي من ناحية الوفرة. إذا كان
نسبة الأرباح للمستولى اللي هو المستورد أو للمصنع أو للصيدلي ثابتة. فبالتالي عملية تخفيض الأسعار جاية يعني إذا مش اليوم الصنف اللي ما تخفض اليوم راح يتخفض بكرة، واللي تخفض اليوم باي ديفولت بعد سنتين راح نرجع نعيد النظر في دراسته. بس إذا كان الصنف هو وحيد أو صنف له وكيل واحد وكان الصنف معدل استهلاكه مش عالي كثير وسعره مرتفع، إذا رحنا خفضناه مرة واحدة بالحالة هاي راح ينقطع من السوق ويرجع اللي يشتكي اليوم من الأسعار يشتكي من عدم توفر الدواء. عملية تخفيض الدواء رايحين فيها برنامج مستمر ما راح يتوقف. أنا أكثر حرصاً ما أنه نخفض سعر الدواء وأجعله في متناول يد المواطن إيماناً مني بضرورة تخفيض الأسعار، وأيضاً هنالك توجيه ملكي كان بإعادة ضرورة إعادة النظر في أسعار الأدوية. الموضوع الآخر اللي أنا بس بدي أوضحه أنه سعر الدواء أنت بتقول لي مثلاً مقارنة مع أي بلد، لازم نأخذ بعين الاعتبار عدد سكان الأردن وعدد سكان تلك المنطقة. إذا بدنا نروح لواحد خبير اقتصادي راح يقول لك بيع كثير بربح قليل بتحقق أرباح أوفر أول عالي، تبيع لعشرة مليون غير عن ما تبيع لثمانين مليون أو لمية وعشرين مليون. تصنع الشركة، تجيب الشركة الرئيسية وتحط فرع عندك هون تصنع كمان راح يساهم في عملية تخفيض الأسعار. لكن هاي الموضوع يخضع إلى جدوى اقتصادية، الشركات لديها دراسات جدوى اقتصادية في إنشاء فروع لها في بعض المناطق دون الأخرى، طبعا قائم على موضوع عملية السوق وتحقيق الربح وأمور التشغيل العمالي وإلى آخره. شركات سيارات كبرى قاعد اليوم بتصنع في الهند وبالصين وبإيطاليا بالرغم أنه منشأها ألماني، ليش؟ لأنه راح تفرق معها بالأيد العاملة مثلا، بس بتظلها تحقق أرباح، لذلك صار في انخفاض على أسعار الدواء. وقت تصنيعه وتطويره أيضا يحتاج إلى كميات عالية جدا من الإنفاق من ناحية البحث والتطوير وغيره. فبالتالي أول 5 سنوات من التصنيع بتكون عالية التكلفة، ومباشرة بنلاحظ أنه صار في خفض للأسعار مجرد تصنيع البديل، وإحنا جربناها هون أنه سارعنا لتسجيل بعض الأصناف الجنيسة المحلية لاحظنا انخفاض 50% من سعر الدواء الأصيل. فبالتالي يعني إحنا نعرف شلون نشتغل مع الشركة ومع المصنع ومع الموزع ومع المواطن، كله لمصلحة المواطن إن شاء الله. الرقابة على المواد اللي بيتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا هاي بتندرس تحت أكثر من بند، إما تسويق المنتج الغير مصرح به بالتداول وهي تعتبر جريمة، أو التصريح عن استخدام منتج مسجل ولكن لغاية أخرى وهي تعتبر جريمة لكنها أقل خطرا من الجريمة الأولى. وبالقانون هنالك تصنيف للعقوبات مبني على الجريمة المرتكبة، بمعنى أنه دواء مسجل كملين للأمعاء مثلا أو مسهل للهضم يتم ترويجه على أنه علاج للتنحيف، فهاي احنا غيرنا بالوصف تبعه كماركتينج تسويق غير اللي تم إجازته فيه من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأيضا يعتبر مخالف. تعاون مستمر ما بين المؤسسة مع المواطن ومع وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لضبط كل من تسول نفسه بالتصريح بشكل غير قانوني عن أي منتج ومحاولة ترويجه. تفضل.